استاذ محسن، طبعا وخلينا بنت الاهلي. يعني اكلمك على مباراه الغد بالنسبه للاهلي والزمالك والمواقف الصعبه بالنسبه للفرقتين، نفس الموقف تقريبا او شبيه بالنسبه للفرقتين، الخروج من الموقف ده بالنسبه للاهلي التعامل ازاي مع لقاء الغد؟ الاهلي هو اللي حط نفسه في الموقف ده، بالمناسبه الزمالك برضه حط نفسه في الموقف ده. يعني يمكن الاهلي بيختلف عن الزمالك في حته واحده، ان الاهلي المعضله بتاعته بكره، يعني هي مشكلته كلها مباراه الغد امام فيتا، لان منطقيا ان هو يقدر يكسب المريخ بره، المريخ تقريبا بقى بره اللعبه، تقريبا يعني بقى بره اللعبه، وسيمبا ده هيكون مباراه على ارضه في الجوله الاخيره. لكن يمكن الزمالك شويه برضه هو اللي دخل المولوديه في اللعبه، يعني الزمالك هو اللي دخل المولوديه، كان تقريبا بره، اتعادل مع الزمالك في القاهره، طير منه نقطتين وهو خد نقطه ما كانش يحلم بيها، كسب بره تونجيت اللي كان الزمالك المفروض يكسبه بره، فخد ثلاثه والزمالك برضه فقد نقطتين. وبعدين هو عنده كمان المباراه في نفس التوقيت بكره، الزمالك والترجي في القاهره، هيكون المولوديه وتونجيت السنغالي في الجزائر، فمنطقي هيكسبها او يعني بنسبه كبيره يبقى جدا عنده 8 نقاط، يبقى عنده 8 نقاط، ده كمان ياخد الاول في حاله ان شاء الله فوز الزمالك على الترجي. الفرق بين الاهلي والزمالك ايه بكره؟ ان الزمالك مش بس مطالب انه يكسب بكره، ده مش عايزين نتكلم فيه، ده لازم يكسب بكره. المعضله بتاعته في الجوله الخامسه ان شاء الله، المعضله بتاعته في الجوله الخامسه هو والمولوديه، ان هو يصحح الخطا اللي وقع فيه في القاهره بالتعادل ويكسب بره ان شاء الله. لكن الاهلي معضلته كلها بكره، ان هو تعثر، هو وعلى فكره فيتا كلوب هم اللي دخلوا سيمبا اللعبه. سيمبا طبعا السنه دي هو اللي بصراحه فارق شويه، او يعني وتقريبا هو افضل صراحه من فيتا كلوب بكل امانه، هو الفريق فيتا كلوب هو اللي اداله الفرصه دي بالخساره على ارضه في ملعبه الشهداء في الكونغو بهدف نظيف، والاهلي لما خسر برده منه في 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 تنزانيا، هم ادوا له 6 نقاط فخلاص خلوه اول، هم بقى الاثنين مع بعض. الاهلي طبعا تعثر، طبعا تعثر، انا شايف ان هو كان خارج عن ارادته، لانه طبعا كم فرص رهيبه جدا ضاعت، يعني خلاص ما كانش في يومه، فعنده فرصه بكره نقدر ان يقدر يعوض ده. انا شايف ان النادي الاهلي فرصته افضل، حتى رغم افضليه اللعب اللي هو في اللي هو الجو اللي هو 3 العصر ده بيبقى الرطوبه عاليه، والاهلي بيعاني فعلا في الـ في الـ في الـ في الماتشات اللي بيلعب فيها كده، خسر قبل كده من سان داونز، خسر من سيمبا، خسر بقى يخسر، يمكن الماتش الوحيد اللي كسبه او اللي اتأهل منه كانت سان داونز السنه اللي فاتت في اياب ربع النهائي، لما تعادل 1-1 وكان متقدم حتى بهدف علي معلول وتأهل منها لنصف النهائي. لكن الاهلي ما عندوش حجه، هو يعني هو اللي وضع نفسه. مبررات اعتقد ان بكره ما لهاش اي مكان خالص، ولا حته الجمهور والجمهور جرى او الشمس كل ده يكشي يا جيجي، واصلا ساعه ملعب الشهداء كله 3000، يعني لو حضر 30000 لا ما عنديش اي مبرر خالص. النادي الاهلي وضع نفسه في هذا المأزق وعليه انه يخرج منه، وده كلام كابتن محمود الخطيب على فكره قبل، ورسائل كابتن محمود الخطيب بالظبط، هي منطقيه، اتفضلوا هاتوا اعكسوها، اعتبر ان انت كسبت في القاهره وتعادلت مع فيتا كلوب بره، تقدر تصحح وضعك. مش ممكن ابدا بعد الجوله الثالثه يبقى النادي الاهلي، وبالمناسبه برضه نادي الزمالك اللي هو البطل والوصيف الاثنين يلعبوا النهائي، يبقى في الترتيب بهذا الترتيب. وبالمناسبه انا مش مهم عندي قوي كمواطن مصري، كان عندنا مفاجات في دوري الابطال، خروج مثلا الرجاء مثلا صحيح كان من تونجيت في الدور الثاني، يعني بتبقى في مفاجات، لكن بس انت هنا لسه ما زلت عندك الفرص. انا ما عنديش اي مشاكل خالص، حتى بس يتاهلوا، يعني يتاهلوا تاني، لو خدت بالك السنه فاتت تاهلوا تواني، كل التواني تاهلوا بالمناسبه ووصلوا للنصف النهائي، والاهلي والزمالك كمان كانوا في المباراه النهائيه. فهي الاهلي زي ما ورط نفسه في المجموعه عليه ان هو صح وضعه، هو عنده مباراه واحده، يعني مباراه بكره يكسبها هو صح وضعه. تمام. بس